الحقيقة أنا أقول لهذا الدنماركي أو في السويد أو لغيره من الناس الذين يجترئون على كلام الله تعالى، لابد للمجتمع أن يفهم، ولعل هذه الكلمة تصله وتصل إلى من في قلبه مرض على الإنسانية. أولا الأستاذ أنور، الحقيقة المرة، ليس هناك حقد على القرآن بحقيقته مثلما هناك حقيقة وهي الحسد والغل والكراهية على أبناء المسلمين. فهذا يعني نوع حقد يريد أن يوصله إلينا عن طريق المصحف. أريد أن أقول مسألة، الله عز وجل قال في القرآن العظيم: والله خلقكم وما تعملون. لابد للمجتمع أن يفهم القرآن الكريم على حقيقته. الله عز وجل خلقني وخلق الكون كله وما أعمل، هذه حركة اليد، ولعلها تكون فلسفة ونحتاجها، هذه حركة اليد وحركة اللسان وإبصاري وإبصارك، كلها في هذه الآنية خلقها الله تعالى. فحين أذن الله تعالى لهذا الذي حرق القرآن الكريم والمصحف، أذن الله تعالى أن تأتي هذه اليد وتحرق كلام الله تعالى، إذ لو يشاء الله تعالى لشل يده أو عقله أو تفكيره أو جنانه أو أي شيء عطله الله تعالى. ولكن لماذا الله عز وجل أذن له بالإحراق؟ نصيحة لي ولك وللعالم كله. فالله تعالى أيها الأستاذ الكريم يحدث أمورا حتى نستيقظ من غفلتنا، حتى نعظم. لو أنني وأنت على الإعلام والعلماء والكبار والمراجع عملوا مؤتمرا في تعظيم القرآن الكريم، لم تكن هناك ثروات وثورات لمثل هذه الأيام. لماذا؟ لأنه قد يقال إن القرآن عظيم، كلام الله تعالى أنزله، إلى غير ذلك، وكلام مسموع وعادة. ولكن يحدث الله عز وجل هذا الحدث. طيب مولانا فضيلتك اسمح لي المقاطعة، متفضل اسمح لي المقاطعة. ما هو السؤال اللي قريناه بالتعليقات، كثير من الشخصيات يعني تدري اكو مرات ناس تعلق، قد تكون جيوش الكترونيه او قد تكون يعني مدفوعه الثمن، قالوا طيب ليش الله سبحانه وتعالى معاقبه من سوى فعلته مرتين هذا الموجود بالسويد؟ هذا الكلام ليش ما انزل عليه سخطه مباشره؟ مقدمات شنو معنى هذه الاسئله؟ لماذا لم ينزل الله عز وجل سخطه في بادئ الامر حين ضرب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الحجاره بالحجاره؟ لماذا لم ياخذ الله عز وجل ثأره من قتلة أهل البيت رسول الله والصحابة والعلماء والأولياء أو ربما المظلومين؟ الأستاذ أكرم، أكرمك الله عز وجل، الأستاذ أنور، الله عز وجل لا يتعامل مع عقلي ومع عقلك ومع الخلائق. ولتعلمن نبأه بعد حين. علم الله يختلف عن علمي وعلم الناس أجمع، كما قلت لك قبيل القليل. الله تعالى يحدث أمورا لأجل نعم لا نفهمها، كل محنة في طيها المنح. هناك أمور أجلها الله تعالى ليرى من ينصره ورسله، كما قال الله تعالى: ليعلم الله من ينصره ورسله. إذ لو أن الله تعالى أخذ الظالم من وقته، فأين دعاء المظلوم وأين الصبر؟ إذ لو أن الله تعالى نصر المسلمين كلهم في كل المعارك، أين يتحقق الصبر؟ أين الدعاء؟ أين انتظار الفرج؟ فحماسي وحماسك وانتظار الفرج كلها عند الله تعالى بميزان، وكلها عند الله تعالى بمقام. لو كان هذا السؤال صحيحا لسألنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لماذا يا رسول الله 23 سنة حتى فتحت مكة ونحن بالأشواق إلى فتح الله عز وجل ونصره، لماذا 23 سنة؟ أولا اصطفى الله تعالى منا الشهداء، خرج الله تعالى المنافقين، كثير من أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله عرفوا هذه القيمة الإنسانية المحمدية التي نشرها في طيات العالم من الرحمة. فإذا كان الله تعالى ينتقم من هذا الحارق وقت
يعني حرقه للقرآن الكريم ما تحقق الصبر، ولم أخرج أنا ولا أنت ولا المتظاهرون ولا الشباب نصرة للقرآن الكريم. الله عز وجل ينظر، من ينصره بالغيب، من يخافه بالغيب، من يتنافق، من يخرج بقلبه وبعقله، وهكذا هي حكم الله تعالى. أنا أقول لك مسألة وإن أطلت شيئا قليلا. أخذ وقتك، عفوا فضيلتك. الله تعالى حين أذن لهؤلاء الذين جمعوا الحطب والخشب وأي شيء لحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، نظر الله تعالى إليهم، من ينصر إبراهيم؟ من الذي لا ينصره؟ حتى قال المفسرون أن امرأة تقول لأن شوفي ولدي لأجعلن حزمة على الحطب لحرق إبراهيم، حتى إذا كان الطير قد يمر فوق النار يحترق ذلك الطير من شدة وهج النار. الله عز وجل نظر إلى المنافقين وإلى الكافرين وإلى صبر إبراهيم عليه السلام. هل إبراهيم عليه السلام يجزع من هذه النار العاتية؟ هل إنه يخرج عن مصداقية خلته؟ هل إنه يدعو الله عز وجل، يا رب أنا في ميزانك وفي طريقك سيدخلونني النار؟ حتى أبوه قام يجمع الحطب، ولما رمي إبراهيم عليه السلام ماذا فعل الله تعالى؟ قال يا نار كوني بردا وسلام، كوني بردا وسلاما، فعطل الله تعالى سنن الكون، حتى يقول ابن عباس ما كانت هناك نار في زمان إبراهيم إلا وأبردها الله تعالى. إذن لما حقق الله عز وجل وحقق سيدنا إبراهيم عليه السلام الصبر وفهم معاني الحكم الإلهية، جاء نصر الله عز وجل وفتحه لإبراهيم. ولما خرج إبراهيم خرج العرق من جبينه، فقيل له يا إبراهيم كيف وجدت نفسك في النار؟ قال من أجمل وأعظم الأيام. ينظر إليه أبوه ويقول له يا إبراهيم نعم الرب ربك لولا أني في قلبي شيئا عليك. إذن هذا المعلق الذي يقول لماذا لم يأخذ الله عز وجل هذا الحارق وقت حرقه، أقول له كيف يبصر الله عز وجل، كيف ينظر الله تعالى إلى شبابنا، إلى المرجعيات، إلى العلماء؟ يريد الله عز وجل منا النثور لكلامه وإلى كلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم.